اه ويلي يا حليمه، ويلي حنايا حنايا ظلام، حنايا حنايا ظلام حق مولا. حنا شعب كيظلم، ما نكذبش عليكم، حنايا كنظلموا بعضياتنا، ولكن راه ما نبغيش واحد يظلم شي واحد. انا كنكره الظلم، زوينه هادي زوينه، ماشي حشومه ماشي عيب. ويلي ويلي ويلي، وشوف دابا مسكين كان دار من سي اخنوش، هو انسان الله يعمره دار طيب ورجل كريم، الله يعمره دار داك السيد. اه سوليني عليه انا اللي عارفه، كيش تعرف انت يا اه ماشي اخنوش مسكين كيتهموا المغاربه كاملين باللي عندو الشركه ديال الافريقيه، باللي عندو المشاريع وعندو الفيرمات والحواله وعندو الفلوس وعندو الابناك. وهذا الشيء مسكين خرج ديك النهار كيبكي تيقول لهم والله ما عندي شي حاجه. وفينا ما قالك انا ما عندي والو، انا قالك اسيدي ما عندي التريال، ما عندي والو، ما نكسب من عليه. مسكين ما عندوش، فقير مسكين بقى فيا والله العظيم الا كيضط عليا في قلبي يرتاح ليما. بكيت 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 والله العظيم الا بكيت. السيد مسكين ما عندوش، ونايدين المغاربه كيتهموه راه بانه عنده المشاريع وما بيناش عليه، حولوا واحد الكومبلي لابسو مسكين وما فيه ما يتشاف، والقميجه ما كتشبهش الكومبلي، والقميجه الكول ديالها طايح. اه هي كدير شي 400 ريال واقيلا كون شاريها من الجوطيه. هاد القميجه هادي انا راه غلا من القميجه عندو. واه مسكين ما عندوش، وكون كان عندو بين ويلك غيكون كيلبس مزيان. اه حيت هو ملي كيكون قدام الكاميرا مسكين ما عندو ما يلبس والو. واه سبحان الله العظيم، واش هو غسنانو كيمسوسين؟ وتقولوا صفرين كون كانوا عندو الفلوس غيصيب سنان جديد هو كيديرو. اه غيصيبهم ب 80 مليون 100 مليون، ومسكين ما عندو تريال. والله العظيم الا حشومه على المغاربه كيتهموا مسكين. اه ودي ودي حنا لا حنا ارتاح لي، ما حنا ناس ما مزيانينش حق مولانا ما مزيانين. ويلي 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 ويلي، بقى فيا مسكين، بقى فيا بقى فيا بتعليمه حق مولانا يبقى فيا. اه مسكين الزغب كيقطع في القلب. ويلي 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 ويلي، والله العظيم كيقول لي انا ما عندي لا مشاريع، ما عندي لا بومبا ديال المازوط، ما عندي حواله، ما عندي فلوس، ما عندي والو مسكين. الله غالب الله غالب. او واتهموه يقولوا عنده فلوس. دخلت عليك بالله حليمه، هذوك الناس اللي كيقولوا راه عنده فلوس كانوا معاه؟ ها ما كانوش معاه. بنادم ما يعرف شي حاجه يسكت، ما فاهم شي حاجه يسكت، وانت ما كنتيش معاه وتقول راه عندي. هو قال لكم يلاه اللي كيقول بلي عندي شي حاجه ويجي يوريها ليا يشوفها. مسكين مسكين ما عندوش مسكين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو غيكذب علينا؟ ها دخل عليك بالله، ويقدر يكذب قدام الكاميرا ويقدر يكذب، ودايرين معاه الصحافه داك الميكرو وطراطوار وغيكذب. ما يكذبش والله ما يكذب. اه كدرمو في عباد الله ماشي حشومه. قلت لي هذاك النهار حليمه مبارك عليا اخنوش راه هو اغنى راجل في المغرب. ومنين مسكين منين طيحتي عليه الباطل؟ الله يطيح عليك جفنه، الله يطيح عليك باطي ما قول يمين. ارتاح آه حليمه، بعد مرات كتبدي تهدر زي راسك البودره تخوط اصاحبي. هو الوزير شوف باش تعرف راه انسان كيخدم بالنيه ديالته وصادق في الخدمه ديالته. هاد الشيء علاش انه ما عمرو تغير، ديما خدام ديما خدام خدام ديما خدام. اه مكين مسكين ما كيحكش راسو. عمرو عمرو خلى 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 الوزاره ومشى. عمرو زرع لي شي واحد ياك، ديما هو خدام خدام لانه مسكين كيضرب تيلا راه ما كاينش. يلا كيعطيو مع شي 60000 ريال وقت الشهر، مسكين كيضرب عليها تماره كتحس بيه ما مهرليش حتى في راسو. وكانوا عندو الفلوس ما غيتهلاش في راسو. حق مولانا تيشري لك صباط يدير 5 مليون، ولكن مسكين ما عندوش. هذاك الصباط والله العظيم غيكون شاري من الحمراء ولا من الجرطيه، غيكون شاري بشي 1000 ريال هادي لا لا الا غلا. او ومسكين تكرافطه ما عندوش باش يديرها، وتيقولوا الناس اللي عندو. بنادم اللي ما فاهمش وما قاريش وما واعيش ما يبقاوش يتهموا في السيد ظلما وعدوانا حشومه عيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي آه بتي حليمة، هاي آه أما الصباح وأنا جالس على هذا الكرسي من اللي فقت، وأنا جالس هذا جالس على شي 8 سوايع. سبحان الله العظيم هذا الكرسي هذا الإنسان إلا جلس عليه ما كيسخاش ينوض منه. هاي آه الكرسي راه مهم،
سبحان الله العظيم، انا ما كرهتش هذا، نبقى دائما نرطو وفهمتيني ونمشي بعيد بعيد هذا الكرسي الاخضر، هذا الكرسي هذا يوصلني الكرسي ديال الوزاره، الكرسي ديال البرلمانيين. كرسي ممتع صراحه، كرسي صعيب في البلاد، صعيب اللي يجلس فوق منه حق مولا انا ما يقدر ينوض. بحال دابا انا قادر نوض، ما نقدرش نوض، هل بغي نمشي غير الكابين نجي نخافوا يطيروا لي الكرسي. وعلاش انا لو بغيت نوض نوض بالكرسي ديالي صافي. ويلي انا بغيت تشهد قبيله تيحلي ما غير حويتيك، نجيب شويه ديال الحوت ندير ليه شوايه شويه، والله العظيم ما قدرت نوض. هاي هاي خفت الكرسي يطيروا لي الناس، الكرسي راه كيتخافوا عليه سيتو مع الانتخابات. دوك الانتخابات راه في البيبان لك شي كرسي يطيروا. انتخاباتو هاد المرشحين وكيقلبوا على الكراسي الخاويين باش يعمروهم يجلسوا فيهم. قال لك الكرسي راه تجلس فوق منه كيجيب لك الله واحد الرزق واحد الخير ما عمرك شفتيه في حياتك. الكرسي دابا راه مهم الكرسي. يا بنتي الحليب ما اش غنقول لك، انت في الغال اش بغى الكرسي تجلسي هنايا، سيري 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 من سيري سيري قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دابا تصدقي بليا، انت هي موالفة تفرشاح سيري وتنعسي، انت هي وجه الكراسي انت هي انت هي وجه الكراطن، سيري تجلسي قال لك كرسي زوينه من زيناتك تجلسي على الكرسي هذا، بغيتي تبلاي مسخوطه يا مسخوطه. ويلي ويلي بغا تريح فوق الكرسي، ويلي الكرسي راه غالي اللي بغيتي تريح عليه، لا بغيتي الكرسي راه خاصك تكوني انت شان وهمه. وتزايدوا التقانية باش تجلسي على الكرسي، محشومة محشومة تقول نجلس على الكرسي، الكرسي كيجلسوا على الناس اللي قاريين والناس اللي مهمين، سيري سيري شوية تمشي كرسي زوينات انت هبلتي ياك انت مولفة بالكوزينة، وسيري للكوزين سيري سيري طيبي شي حاجة، سيري سيري ديري شي براد ديالاتي سيري انا بدي سير. وشوف السيدة كانت بخير وعلى خير، حتى قالت لك عطيني داك الكرسي نريح فوق منه، باغا تولي وزيرة ولا باغا تولي برلمانية راه غادي نعطيك هاد الكرسي غادا تعسي فوق منه، ما غادا تخدمي ما غادا ديري حتى شي حاجة والو. إلا عطيناك هاد الكرسي غنعاون عليك تخدمي وديري لنا المشاريع في البلاد وتقومي بالواجب حق مولا انا تغيجيك الرقاد. سوليني انا اللي نقول لك. وهاد تراني ما مشيتش للطواليط انت حليق من قوينا ومشيت للطواليط كيفاش من غير غدا للطواليط نحط الكرسي ولا ما نحطش الكرسي، نحط الكرسي يجيو بعدين يطيروه ولا طيري انت. ما نتيقش بك والله ما نتيقش بك انا.